بعدك عم تفكر؟ نهار الخميس؟ Whatever. مثلنا لليوم بيقول انت ما تفكر برونزي رح تفكر عنك. هاشتاج اسمع. Top 5 movies بالصلاة اللبنانية. Yes. Chatting with the stars. What are you talking about? وأهم ستارز بهوليوود رح تعرفوا أخبارهم بسيني شو. وكل خميس أكثر من واحد منكم رح يربح مع برونزي بسيني شو. وأكيد رح نضل نتسلى كتير نحن وياكم. لأنه رح تتابعوا برونا طعمي كل خميس 6 المساء على راديو البلد. برونا طعمي ما هيك؟ وضيف برونزي هالأسبوع الممثل شادي حداد. ناطرينكن. Who likes the movies? We're on? Okay. Beautiful, fantastic, formidable and amazing people of Lebanon. بدي وجه لكم تحية كتير حلوة مني أنا برونا طعمي من خلال برنامج سيني شو اللي عم بطلع عليكم اليوم بحلقة جديدة عبر إذاعة راديو البلد 106.5 و 106.9. Welcome people. أحمد عنقى أهلا وسهلا فيك ضيف البرنامج. كل حلقة نحن لازم دايما أعمل انتروديكسون كتير مهمة لأحمد لأنه مثل ما كنت عم بقلك ضيف العزيز ما رح نخبر عنك هلأ دغري اللي ما عارفين مين معي أنا هلأ اليوم. أحمد يعني إله أكيد وجود خاص ببرنامج سيني شو بقى. أهلا وسهلا أستاذ أحمد كيفك؟ منيح؟ أنا بهلكو لأحمد دايما يلا هيدا الموفي وهالغنية وهالموفي وهالغنية. لكل اللي انضموا لنا برحب فيكم بحلقتنا الجديدة اليوم من سيني شو. من وين ما كنتوا عم تسمعونا إذا كنتوا بالسيارة كنتوا عالقين بعجقة السير وعلى الأرجح أنه عالقين بعجقة السير لأنه أنا كمان علقت بعجقة السير لأوصل على الإذاعة اليوم. وإذا كنتوا بالبيت أو بالشغل وين ما كنتوا تحية كتير حلوة لكم بتمنى نهاركم يكون قطع بخير وسلامة وبلا مشاكل بلا مشاكل إنترنت مثل ما عم بيصير معنا كمان كل صايب يعني. أكيد مش معقول دايما بهالبلد إلا ما بده يكون عندك مشاكل بحيالة طريقة. على كل حال let's stay positive ونبلش حلقتنا بطريقة كتير حلوة positive لأنه أنا ضيفي اليوم شخص كتير positive وجهه بشوش وهيك بيعطي energy بيكب energy مطرح ما بيكون. بس قبل ما نبلش عم تسمعه عم بتضحك خلينا نسمع هالساوند كليب اللي حضر لنا يا أحمد قبل ما نبلش حلقتنا. Je m'appelle Shadi Haddad, je suis acteur libanais. C'est ma passion pour tout ce qui est télé, tout ce qui est cinéma et théâtre qui m'a poussé à l'âge de 15 ans d'aller faire un casting pour un doublage des séries des feuilletons mexicains. Après, j'ai commencé à tourner et à travailler dans des séries libanaises, égyptiennes, syriennes et même des films. Mon père n'était pas un acteur, mais il avait cette passion pour le ciné. Ils ont respecté que j'aime bien ce métier, mais en plus, moi, je ne suis pas acteur, seulement je suis kiné, donc j'ai deux métiers. J'ai mon cabinet, donc c'est à moi de gérer comment répartir les choses. J'observe bien les gens, puisque là, ça m'aide beaucoup dans mon travail en tant qu'acteur. J'observe très bien, donc je les regarde et je vois leur manière, comment ils réagissent. Je cherche ce qui est loin de moi. C'est plus difficile. السينما اللبنانية تطورت فإذا حزرت عن مين عم نحكي غني كثير هدول شفت بدي خبرك خبرية أما نبلش. شادي حداد أهلا وسهلا فيك بسيني شو. هاي برونا It's great to have you here today. Thank you. وبدي أقول لك مبروك لأنه أنا ما لحقت أقول لك مبروك على الجائزة ميرسي فرح أنك على الهواء ميرسي كثير Thank you. بقلك عقبالك إيه ممكن. اوكي اذا مش التنين الخميس كل اللبنانيه هاي اللي بيقولوك هاي اللي بيقولوها الكل هاي الحجه ايه هاي الحجه انا بتعرف ليه مش هيك بسال انه بدك اقول لك عقبالك انه في عارف لا انا خيلك ما تقولي لي وما بدي وما انه اوكي ايه انه مثلا احمد ما بقول لا ما تقولي لي لا ام بلا بقول لك غير رايك في حدا بحياته ولا عن جديد ايه 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 بعدين بخبرك عن احمد هذا الانترفيو عامله بكان من شي كم سنه
ايه هيدي الانترودكشن ايه بتصور لمهرجان قطر بتصور حلوة على كل حال موجودة على الويب سايت تبعك كمان هيك ما انا مش سمع ولا مرة لا ما عن جد ناتين ماتي كوبي عنا ايه بليز شادي حداد هاي هاي كيفك هلا صرت منيح عن جد وانا طبعاً. كمان انبسطت لانه كان لي فتره اصلا ما كنا عم نتلاقى اخر مره تلاقينا كنا شفنا هيك ثقبت بعد بالايفنت بوينون وهلا بعد شوي بنحكي كمان اكثر عنه مختفي وينك يا زلمه ما هيك بحب مثل غيمه شباط مثل ما بيقولوا بغيب وبرجع بجي مختفي انه تيتو فيغار مثل ما بيقولوا انه بفضل ما اكون موجود دائما لانه بكون الاشياء المطروحه علي مش ما بتناسبني ف رح نحكي سيني شو از ا فيري لايت شو هيدي فقره جديده بسيني شو ميرسي ثانك يو انا لايت فيري لايت بي سيني شو في تشاتينج وذ ذا ستارز اند ذس از وات وي ار دوينج توداي وذ يو اليوم هيك يعني عبالي اسحب اخبار عن شادي حداد هيك العالم المستمعين ما بيعرفوه عن شادي وشادي حابب يقول لهم اياها يلا ايه اوكي اني واي ليتس جو باك تو ليتل شادي بلش لما كان ليتل شادي وينو شادي ضاع شادي لا ما ضاع لانه هي معنا اليوم هون وبدي خبرني شوي عن شادي لما كان عمره ما بعرف على 8-9 عم بيتشيطن رزيل عقول بالمدرسه بالبيت انا كنت فلتي بالمدرسه والله كنت كثير شاطر بس بذات الوقت كنت قد ما كان عندي هال اذا بدك هالملامح البريئه كنت اويت استعملها كنت يعني مثلا كنت مثلا المعلمات قد ما يحبوني يقعدوني مثلا على الطاوله محلهم حط الهامستر مثلا بصف الشيمي بقلب البوتين تبعوا لي معلمه انه كان عندي حركات حلوين كانوا حلو وما كانوا يصدقوني انه انا يعني كانوا يكذبوا التلاميذ ويصدقوني شادي بيعمل هيك ولا ممكن يعمل هيك شادي لا بليز ما حدا يقرب صوب شادي يعني زبطت بريسك يعني مثل ما بيقولوا بس انه كنت لانه كنت كثير شاطر بالمدرسه كان شو علاماتك يعني كنت شيء بديسات مويان بالماتير سانتيفيك ولا ماتير ليتيرير ولا بالسانتيفيك اكثر بيولوجي اكثر شيء كمان اوكي كان بيولوجي كثير شاطر يعني هذا السبب اللي خليك تتوجه شوي صوب الدومين تبعك لانه بلشت اول شيء اعمل ميدسين بعدين تركت وكفيت فيزيو لانه كنت ما بدي اوقف تمثيل بذات الوقت بدي اعمل شيء بدومين ميديكال فقلت بدي اعمل شيء ما ياخذ كتير وقت وسنين اوكي وضلني عم بعبي هالباسيون اللي بحبها اللي هي التمثيل فما بدي شيء يغنيني عنها وذات الوقت بدي احمي حالي لانه احنا بلبنان مثل ما بنعرف يعني ما فيني اتكل على التمثيل واذا بدي احافظ على مستوى معين بشغلي وعلى استمراريه انا رسمها لحالي بدي اكون حامي حالي فنقيت اعمل شيء ميديكال ما ياخذ كتير وقت ونقيت الفيزيوثيرابي شو فيزيوثيرابي ولا هي زيتها كينيزيوثيرابي او فيزيوثيرابي بس نحن بلبنان معودين على الفيزيوثيرابي اكثر ليه شو الفرق يعني خلينا نحكي شوي ميديكال لنفهم بس الكيني هندي بفرنسا اكثر بيعيطوا له كيني للفيزيوثيرابي اللي هي سلامام شو زي نفس الشيء هي كيني هي لو تريتمون بار لي موفمون فيزيو بالمعدات يعني فبس بفرنسا باوروبا ان فيت بيقولوا كينيزيوثيرابي ما بيقولوا فيزيوثيرابي والكينيزيوثيرابي بيحصلوا على شهادتها يعني أماكن معينة بأوروبا بأوروبا بلبنان أنا أوكي. بلشت هون كفيت بعدين بباريس يعني. طب لو ما كانت ثيرابوت let's say كينيزي ثيرابوت أو فيزيوثيرابوت مثل ما بيقولوا هون شو كان عبالك تكون تتخصص بمجال الطب يعني مثلا حب شغلت كتير مش أنه كان عبالك تكون حكيم أبداً بلشت أعمل أول شيء ميدسين أول سنة وتركت حسيت أنه ما بدي اروح كل حياتي عم بدرس صراحه سنه واحده ميدسين عملت بلشت او ما كفيت السنه أوكي. وكنت عم بعمل ذات الوقت اول مسرح فبلشت بالمسرح ورجعت تركتهم اثنيناتهم عملت فيزيوثيرابي لانه انا بلشت بالتلفزيون كان عمري 15 سنه فكنت بالمدرسه بعدني وكنت روح بالمدرسه كنت روح اعمل دوبلاج كنت صغير هالقد فكنت شوف الممثلين وكنت اسمع نصايحهم وشوف قد ايه عندهم مشاكل وقديش عم بيعانوا فما حبيت انا ارسم لحالي هيدي الصورة بحياتي بعدين قلت انا بدي حافظ على شغفي بذات الوقت بدي احمي حالي فما بدي بس درسي يمنعني من هالشغف يلي بحبه هو التمثيل ويحقق يعني مثل ما كتير ناس اوقات بايام الدراسة
بتستغنيهم أو بتبعدهم عن الشغف أو الباسيون تبعولهم. فما كان بدي هذا الشيء، ما بدي أحلامي تروح لأنه بس بدي أدرس. فبدي أدرس وحقق حالي وأحمي حالي، بذات الوقت بدي حافظ على هالشغف يلي عندي. فكنت عم شوف الممثلين كلهم كيف عم بيعانوا كيف بيحكوا، بتعرف بالدوبلاج مثل مثلا يعني مثل قبل كنا بالدوبلاج، قبل نحنا كنا بال يعني كنا نقعد بالصالون كلنا سوا ونفوت جروب نسجل، مش مثل هلا بلش بالال بي سي اكيد مع سيد ألبير كيلو الله يرحمه يلي مات من كم شهر وله فضل كتير علي. فبلشنا كنا نبلش نفوت كلنا على استوديو، يعني كنا عن جد عائله. هلا صار كل واحد بيسجل لحاله مش مثل قبل. فكنا نحكي ويقعدوا واسمع الممثلين كيف انه الاحوال كيف وقديش الشغل كان قليل، وكان في يعني كريز بذات الوقت بهالوقت. الا انه دوبلاج اكيد حمي، انا بالنسبه لي اجا حمايه بوقت من الاوقات، حمي كتير ممثلين اكيد مع المسلسلات المكسيكيه بوقت اللي كانت مثل هلا ضجه التركيه. فكان بهالوقت المسلسلات المكسيكيه ضجه كتير، وكانت عم تامن حمايه للممثل لانه ما كان في كتير صناعه اذا بتقول بعالم الدراما. فكنت عم شوف معاناه هالممثلين يلي هن اكبر مني وعندهم خبره اكثر، ويلي كلهم نصحوني شادي بليز لما بتخصص، وانا كنت مصر اعمل مسرح انه عمول شيء حد المسرح. فقلت انه لانه لخلصت يعني لخلصت مدرستي كان قطع 3 سنين عم بشتغل او 4 سنين، فشفت كل هالشيء. فقلت انا معهم حق، يعني انا بتطلع ما بخلي ما بغرق بس بالاشياء اللي بحبها، بكون عندي لوجيك جاي على الارض يعني ما بطير وبقول انا واقعي. اوكي تي ني با ان ريفور، انا ريفور بس واقعي يعني بحلم بذات الوقت اجري على الارض، ما بنسى انه انا لازم اكون جاي على الارض. حلو، فهيدي الشغله مهمه. شادي حداد عرف حاله بده يغوص او يدخل عالم التمثيل، عالم الدراما او العالم السينيك باي مرحله بحياته؟ من انا صغير بموت بكل شيء اسمه تلفزيون، يعني شيطان بالمدرسه كنت كل شيء مسرح، كل شيء خاصه اكتيفيتي شيء تمثيل. انا شيطنت بالمدرسه وبنفس الوقت كنت عم بلش. انا بالمدرسه كنت اعمل كل الاكتيفيتي، يعني انا مذكر عمري كان شيء 4 سنين كانوا عاملين شيء عن الطفل والمدرسه قدمتني انا بمثل المدرسه بالعيد الطفل. فغنيت لهم، ما بذكر شو غنيت لهم. فكنت شارك انا وصغير بكل الاكتيفيتي، بحب هال يعني عن جد هي باسيون، اللي ما بعتبرها مهنه. يعني انا ما بحب اعتبر التمثيل انه هي مهنه بيطلع منها مصاري، انا بعتبرها باسيون مثل ما شغلي كمان بالفيزيوثيرابي هي باسيون عندي كمان. ما بحب فكرة انه انا عم بشتغل، انا عندي شغف بالمهنتين بحب حققه بالمهنتين. فكمان هيك بنبسط لما اروح حتى بشغلي مع مرضاي كلهم بتسلى معهم، ما بحس انه انا بمحل سيريس بشغلي اكيد، بس انه بحس انه as friends as family انه نحنا هذا الشيء اللي بحب خليه بشغلي. حلو، وبفصل بشغلة نايمة، ولا مرة بخلط شادي الممثل مع شادي الفيزيوثيرابيوت أو العكس. بس هيدي صعب تصير لأنه خلص مطبوع عليك، بإذا بفصل مطبوع عليك كل يعني معين. حتى العالم صاروا حافظين البيشنت اللي بيجوا لعندي اكيد. هلا اكيد، وسبيشلي انت يعني شخص لذيذ هيك يعني بياخذ وبيعطي وفيري سوشيبل وحبوب يعني بنفس الوقت. الله يخليك، فالعالم اكيد بدها تاخذ وتعطي معك يعني بهالطريقه. شغله هيدي بقول نعم، لا رح اقول لك شغله، لانه في عالم بيكونوا على سكرين بطريقه، ممثلين بيكونوا على الشاشه يعني بيظهروا بطريقه بالكاركتر اللي بيمثلوه او الهيئه اللي بيطلوا فيها، وورا الكاميرا بيكونوا اشخاص يعني ما بيضحكوا معلي، يعني نكون صريحين ونحكيها بوجه بالوجه يعني. انا يمكن انا بتعرف شغله، انا ما بحب ابدا مهنه التمثيل تخليني ما خلي اجري على الارض. انا بالعكس انا انسان مثل كل هالناس يعني ما في شيء بيفرقني عن هالعالم. وبعدين قديش حلو المس وعيش محبه الناس لإلي، انه في احلى منها تنبسطي مع الناس اللي بحبوكي، انه حلو تلمسي او تنبسطي تستمتعي بمحبه الناس. فهيدي شغله حلوه، محبه الناس مش كل الناس يعني اللي بحبوك هيدي نعمة يعني. أكيد. عن جد في ناس بتدفع ملايين للعالم تحبهم ما حدا بحبهم أو بينشروا، فأنا بتكل على الله اللي أعطاني هالموهبة، وهيدي نعمة إنه العالم بتحبك أكيد يعني. وهيدي بعدين attitude، هيدا يعني مثل طريقة تعامل مع العالم. في بدنا نقول، بدي أقول هاي لحسن يلي هلأ موجود بميتينج. هذا حسن كل 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 جمعة بيكون عم بيحكيني بالحلقة. هاي حسن، أو يعني على اللي بتصل فينا وكمان سينا فيه رأيه كتير حلو بالموفيز، بدي أقول له أنه هاي عم يبعت لهم يقول لي saluting you from a business meeting it's Christmas time we work till very late. بقول هاي
كتير كبيرة لحسن وثانكيو لألك أكيد. ولكل اللي حابب أكيد يتواصل معنا من خلال الواتس أب، الرقم هو 70-120-122. ضيف اليوم هو شادي حداد، الممثل اللبناني شادي حداد يلي موجود معنا وعم نسمع هلأ. لا أوكي أنا عنا نصير فيس تاني تسمحي لنا الرقصة يلا قوم قدي إلي مش رقصة عن جد لاتينو. سو الرقم هو 70-120-122 والرقم العادي هو 01-490-377 أو 01-490-379. وبس لمجرد ما تحكونا تقولولنا هاي، تبعتولنا مسج مخدوم لألي أو لشادي أو حتى لأحمد، فيكم تبعتوا لأحمد بتدخلوا على صاحب الكرعة أكيد اللي رح يعطيكم فرصة تربحوا تيكتس كتير مخدومين وكتير حلوين من أكيد جراند سينماز، بنوجه لهم تحية كتير حلوة. وبنهاية الحلقة رح أعلن عن أسامي الأشخاص اللي ربحوا معنا بجمعة القبلة واللي قبلة. صار حزنين اليوم كتير. معنا اتصال شادي، أنت قول له. ألو ألو بونسوارك شادي. بونسوار، معك تون كوليك فادي. هاي فادي، سافا اخبارك؟ سافا نشكر الله، كيفك انت؟ اللي من وقت الجامعه ما شفتك. اي هاي فادي، كيفك؟ عرفتني دغري. شو في ما في؟ نشكر الله منيح. ايه يعطيك الف عافيه، انا عم تلفن بقول لك هاي، وعم تلفن بس تقول شغله عنك شادي بالجامعه، انه شادي كان يبرونا من الكوليك اللي كثير شاطرين ومتواضع ومهضوم وبيترك هيك انطباع بكل شخص كان معنا بالجامعة. أنا أكيد ما عندي أدنى شك، هيدي الحقيقة، بس تعرف الشغل والأشغال بهم تخلينا نشوف بعض. أكيد كتير. أكيد حضرتك كمان فيزيوثيرابيوت. ايه صحيح مضبوط. واو جا حلو، اجتمع الفيزيوثيرابيوت اليوم حلقة وفضل لبرونا. لا على فكرة نقابي ورا البنية هون عندكم. لا هون دغري وراكم. اوكي حلو كتير. فادي مرسي كتير عن جد، واشتقت لك. يعطيك الف عافية، وانا كمان، وان شاء الله بدنا نشوف بعضنا قريبا. اكيد فادي شو اسم العائلة؟ روحانا. اوكي بتربح تيكت لفادي من هلا. بقول لك بربح تيكت هيك، ما بعمل وصايل. انا ما بعمل وصايل. انا بربحك فادي. طيب خلص. فادي انت anyway خلص you're on the list. يعني بدي لك ثانك يو كثير. هي اول مره بتسمع سيني شو ولا لا؟ سمعها بس اول مره بتلفن. اوكي طيب خلص. لكن فادي ميرسي كثير على التليفون اليوم. قاعد بشوف. ميرسي لك. ثانك يو فادي. باي. بتعرفي عن جد فادي بجنة لذيذ كتير، بس بتعرفي عن جد ركضة الحياة بتلهيك العيلة وقت ما بتشوف بعض. ايه والله انا عمي بشوفها، يعني باخد موعد لشوف امي صراحة. اوكي حرام امك. هاي الحياة. امي كمان نفس الشيء. ما كلنا هيك عن جد، الحياة صارت هالقد فيها ركض. تذكر امي وراي على البيت وتجوز وقال لي شو بدك تاكلي؟ شو بتطبخ لك اليوم؟ الام بتضل ام، الله يخليك. كل امات العالم يا رب. شو عم نسمع شيء يلا بقى نسمع شيء. بنسمعوا شيء لشادي بحبه. شوية ايطاليان. كتير بحبه هالإنسان. شو بحب اطلع على وجهه وعم يغني. يعني عندي عن جد بحب اطلع على وجه أندريا بوتشيلي وعم يغني، بقلب بفرجيكي كل احساسه بتقاسيم وجهه. مش معقول، مع انه هو ما بيقدر هو يشوف العالم كيف عم. صح، قديش بكون عايش بعالم تاني عن جد، بس قدي بنقل لك احساس بدل مغمض عيونه. رائع. هو عم بيغني كمان. سبحان الله. ما هو الواحد بيقوله مثل شادي انه اذا you lose one of your senses تركز على غير اشياء. بس حتى عنده اذا بتطلع على وجهه عنده هالروحانيه وهالنقاوه وهالصفاء بالوجه هو عم بيغني. بتحس نور عم يطلع من وجهه. انا هالقد بيخدني هو عم بيغني اندريا بوتشيلي. حلو. What kind of music do you like؟ بحب كل شيء، يعني ما عندي شيء معين، حسب المود. لاتينو، ايطاليان، كلاسيك. حسب مودي. اذا كنت مجنون مش مجنون، مهستر، رايق. الجنون بياخذك لاي نوع ميزيك يعني. لا بس انا اجمالا انا بحب كثير اشياء رايقه. اوكي. يعني بحب بس اكون لحالي، حط قصص رايقه. بحب الميوزك اللي بتشوقني. انت وعم هيك عم ينضج شادي وعم بيوعى شوي اكثر على عالم الدراما، عالم التمثيل. مين كان يحضر على التي في او على الشاشه الكبيره يقول واو هذا الشخص اللي واو عن جد فعلا الهام لإلي
وعبالي هيك يعني مثل inspiration كان يكون له. أكيد بحب الباتشينو وروبرت دينيرو، هو أنا كنت أنا وصغير هلأ أحضرهم يعني. بس إنه كنت مركز على السينما الأجنبية ولا لا؟ كنت أحضر كل شيء يعني. أنا لحظة إحنا ما كنا كتير بالبيت، إنه كان في وقت للتلفزيون بتعرفي يعني نحضره هيك. بس إنه كنت تابع كل شيء، مثلا بعده كتير براس الدنيا هيك، القصص القديمة اللي عن جد ما بتتكرر، وهالمسلين الكبار يلي رحلوا ويلي بعدها صورتهم مطبوعة بخيالنا وبوجدان الدراما اللبنانية ويلي ما ممكن ينسوا. عن جد هالحقبة من هالحقبة الزمنية بالدراما اللبنانية بحس انه كانت الحقبة الذهبية للدراما اللبنانية. فبحب هالأيام يلي عايشوا فيها، بقول يا ريت أنا كنت موجود بهديك الأيام. حد مين مثلا لو كنت بوقتها مثلا هلأ إذا حطينا الشاشة أو تعرف على الكمبيوتر أنيميشن أنا حطينك بصورة مع ممثل مخضرم لبناني؟ بحب كتير الله يرحمه فيليب عقيقة. يعني بحس من أهم الممثلين يلي قطعوا بالدراما اللبنانية، لأنه عن جد كان ممثل حقيقي. طبعا مع احترامي للكل، كل واحد لا أكيد ليلى كرام وكلهم الموجودين حتى يعني الله يطول عمر الكل. ف هالممثلين ما بيتكرروا صراحة، لأنه عصرهم كان عصر حلو، كانوا يمثلوا لايف. فهالاشياء ما كان يعني احنا صعب تمثل لايف مش مسحة يعني، انه غلطوا على الأستاذ، غلطوا انه اشياء ما بتتكرر وحلوة. فهالتجربة كانت فريدة، بحب كون موجود بهالحقبة. كان في أدرينالين كتير، كان في انرجي، وكان كان في حتى هني ككاركترات ما بتكرروا صراحة يعني هالبساطة اللي عندهم اياها أكيد حلوة. يعني حدا بيقول لك يعني فريال كريم معقول ما هضمها فريال كريم الله يرحمها بالدنيا هيك يعني مين ما بتذكر فريال كريم كل يعني أنا هلأ بنت أختي بتحضرهم أو حدا بيحضرهم بينبسطوا فيهم يعني لأنه غير عن اللي عم كان في بساطة كتير على فكرة حلوة هالأيام يعني. شو مش عجبتك الدراما الحالية؟ بالعكس يعني؟ نحن الدراما اللبنانية الحالية أنا لحقك شهر صغيري، أنا إنسان ما بحضر تلفزيون للأسف. بهاي بعتبر هيدا مش مزبوط، ما بصدق قلت هيدا نفس الشيء. لا ما بصدق، أنا شغلي بتأخر يعني. اليوم لأجي عندي برونة ونشيني مش اسمه لنفس معيدة. فأنا إجمالا مش إنه ما بقدر، لأنه أنا شغلي بتأخر، ما بروح على البيت قبل 9:30 10. فبالنسبة لي أوصل لهالوقت كون قطع كتير إشياء، لقويت على الفيسبوك كون حاطين مثلا لينك أو شيء بحضر شوي نص حلقة أو شيء بتابع، بس عن جد مش كتير، مش متابع جيد يعني. بحضر أو بسمع بقرا مثلا شو نحكى عن الأعمال أو العمل، بس لضيق وقتي ما بقدر. كمان هيك بحضر أكتر أفلام، بروح على السينما. طب بختار إذا يعني. إذا ما حضرت بس أنا عم تاخد لمحات يعني، لمحة من هون يعني من هون. الأشياء الدراما اللبنانية بتصور عم وخاصة هلأ الدراما إذا بتقول العربية الخليط بين اللبنانية والسورية والمصاروي عم يخلق حالة جديدة. في أشياء عم لك ما فيني اعطي رايي عن جد لانه ما عم تابع. لازم تعطي رايك. ما عم تابع، ما فيني يعني ما فيني احكي عن شيء ما عم تابع فيه. شخص ما عم تابع يعني شخص. انا شاركت بكذا عمل اكيد، وانا بسوريا قعدت كتير، صورت كذا عمل بسوريا. انا بحب الاعمال المشتركه اذا كان هالخليط له معنى، مش انه نحط الممثلين انه لنعمل خلطه عربيه نحط الممثلين انه نخلطهم فتوش، انه يكون لهم محل يعني. اللبناني له محله، السوري له محله، المصري له محله. انا بحب الاعمال العربيه. هي السوري هون قدامنا. ليش انا ابدا ما بالعكس ف يعني مثلا روبي كان له مهضوم لانه كان كل شخصيه لها محلها. شاركت كثير باعمال سوريه بصوب قلب سوريا. بعدين هالاعمال عصر الجنون مثلا انا وكارمن وبيير داغر شاركنا كلبنانيه بهالعمل السوري اللي عن جد اخذ ضجه كثير كبيره. شاركنا بكثير اعمال مشتركه حلوين، والاعمال اللي عم تنعمل انا مع الاعمال العربيه، لانه اول شيء بتعمل انتشار اكثر للممثل اللبناني. بتخلق بتفوتي اكثر على البيوت العربية بطريقة بيب أوسع، لأنه الدراما اللبنانية نحن عنا كدراما لبنانية ما عندها انتشار واسع، رغم أنه طبعا المحطات صارت يعني ببيوت كل العالم. بس ولكن كمحطات عربية الأعمال المشتركة سهل تتوزع. إذا كان في خلطة عربية تتوزع على المحطات العربية عم بتنال إعجاب كتير كبير بعدين هالإنتاجات المشتركة. أكيد. وخاصة بآخر فترة يعني صح. عم بيكون في كاستات كتير حلوة يعني مميزة جدا. شو كنت عم تقلي أنت أحمد؟ عم تقلي
بدنا نسمع شيء. بس اما نسمع شيء اوكي او سيربريز هيدي بدنا بس اجي اذكر برقم الواتساب اللي هو 70 120 122. ربحوا تيكتس اليوم معنا بفقره بحلقه سيني شو ومع شادي حداد يلي حدا عم بيقول لك شادي حداد يو ار ذا بيست جود بليس يو ايدي فرح بيقول لك هيك ثانك يو ايدي. سو فيكم بمجرد ما تقولوا لنا هاي وتسلموا علينا بتدخلوا على سحب سحب اخر الحلقه والرقم العادي هو 01 90 03 77. بقول عم اهلي صرت بقول عم اهلي الرقم لانه صرت اذا انا بسمع شيء على الراديو الله ما لحقت الرقم 01 40 صح احمد 01 90 03 77 او 379 اوكي ورقم الواتساب 70 120 122 وتوب لك احمد. كنت اكاد افقد الامل بتلقي خبر منك ولكن وصلت رسالتك معبرة عن أكثر مما يمكن للكلمات أن تفصح عنه. أحفظ صداقتك في أعماق قلبي ورغم ما تفصلنا من كيلومترات من بحر مبر أشعر على الدوام بحب حقيقي لك وأحفظ ذكراك في قلبي ولا أفصل أبدا بينك وبين روحي. من الفتى العربي جبران خليل جبران. شو حلو واو من وينك شينون هدول جبران عن جد كان هالمسلسل رائع جدا. هيدي بتصور رسالة جبران لمي زيادة حلو هالعمل اللي صورناه عن جد كان بالنسبة لي يعني نقطة كتير مهمة بمسيرة الفنية. ليه؟ جبران لأنه جبران أنا غير أنه جبران منه حدا عادي يعني غير أنه جسدت شخصية تاريخية. تعرفي لما تقرأ بالكتب غير ما تشتغل على شخصية صراحة. أكيد. جبران لما أخذت النص بلشت أقرأ فيه خفت وسكرته. تفكرت بلعب الدور ولا ما بلعب الدور. شو هالمسؤولية الكبيرة. خفت صراحة عن جد. قعدت كذا ليلة ما نام مزبوط لأنه أقوم بالليل أقرأ وارجع سكر أقرأ وارجع سكر لأنه جبران حالي يعني حدا غزا العالم بأمريكا العالم كله بالكنيس بيقروا كتبه. فخفت صراحة قلت أنا هالشخصية يعني مش مسحة. بس بعدين بس بلشت غوص أكتر واشتغل أكتر على الشخصية بتعب شخصية جبران قد ما في حزن وفي كآبة وألم. تعبت فت على المستشفى أنا عم صور مرتين فتعبت يعني. بس نقطة كتير مهمة برصيد الفني هو جبران خليل جبران فعلاً وبعدين أداء كتير حلو نشكر الله وطبعا مع كل الأكيب اللي ساعدني مع كمان المخرج فردوس الأتاسي بوجه له كتير تحية والمنتج كمان يلي عمل أفلام سيدي فيروز سفر برلك وأفلام أستاذ دريد لحام نادر الأتاسي بوجه له تحية الله يطول عمره. فعن جد يعني كانت بالنسبة لي هي بصمة كتير مهمة بتاريخ الفن. حلوين هؤلاء الأعمال يلي ما بينتسوا بيضلون موجودين بالتاريخ وامتين ما حضرتيهم ما بتشبع منهم. ويعني من بعد هيك أدوار اللي عادة بتلاقيها كعرض أول الممثل بيصير في عليهم وبيقبلها وبيقدمها على الشاشة كتير صعب بعدين بيصير في عليه بعدين مسؤولية كبيرة إنه يقدم هيك عمل ولا أعمال التالية اللي بتلاحقها لأنه بتوصل إنه عملت جبران أوكي عملت بعدين كتير أعمل من بعدهم بس إنه بتحس كل مرة في عندك مسؤولية شو بدي أقدم شيء جديد شو ما بدي أرجع كتير لورا. أكيد. عن جد الممثل أوقات إذا غاب بكون عنده مسؤولية كتير كبيرة لأنه في محل ما بده يرجع لورا يعني أنا إذا عملت خطوة مش لإلي يمكن بتأثر علي نفسيا فالأفضل ما أعمل وأنطر لأعمل شيء منيح فأنا بفضل هيك يعني. أوكي رح ناخد بريك بس بعد البريك بدي أحكي ليش صار لنا كلنا فترة ما شفناك على الهواء يعني أخد هيدي مصرة إنه يعني شوي ورح نحكي عن عمل جديد رائع apparently هلا شفت صورة فرجتني صورة رائعة كتير حلوة رح نحكي عنها وهو انتاج جديد بنحكي عنه بس بعد البريك راجعين. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out you've got my head spinning. And we're back بحلقتنا الجديدة اليوم من سيني شو مع ضيفي الممثل اللبناني المهضوم كتير شادي حداد كتير 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 كتير, كتير.
كنا عم نحكي قبل البريك هيك عم نلمح عن أعمال جديدة. عمل جديد تحضر حالك باي ذا واي تحضر حالك انا عن جد ما عندي وقت عشية يعني انا بس اجي انا بفل كتير بكير من البيت بروح على الجيم الصبح بعدين بروح على عيادتي اذا ما عندي حسب اذا عندي تصوير ولا ما عندي تصوير وبعدين بيجي كتير مأخر يعني ولا مرة بيجي بكير على البيت حتى اعمالي يعني اجمالا بسجلوا لي اياه هون بحضرهم بالويك اند او بس اجي مأخر بحضر حلقاتي لتابع انا كيف اشتغلت لانتقد حالي يعني بحضر حالي لشوف اذا وصلت الاشياء اللي بدي اياها مثل ما لازم مش لانه بصد حالي واو بذابوا شادي لا يعني انا كثير بنتقد حالي يعني منيئه حلو منيئه هالقد بحضر حالي منيئه انه ايه بصير بتطلع على الديفويت اكثر من الاشياء الايجابيه يعني بنقي لي شي مشهدين بكل مسلسل عجبوني يعني لاكون انه راضي حالي بس اجمالا انا حتى يعني اعمالي بحضرها مسجله ما بحضرها دغري مثل مع يعني مثل ما بحضرها الناس لأنه عن جد بوصل مأخر على البيت فبتقلت أنه بحضر ما بتابع كتير لأنه مش أنه عم بعمل حركات عم تشوف بحالك أنا لا ما بحضر حالك لا 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 بالعكس أنا بزعل لأنه ما عندي وقت يعني بسطت مثلا من جمعتين حضرت حلقة من عشق النساء رائع العمل الحلقة كتير كانت حلوة يعني عن جد أنا بدي هني كل فريق العمل على الإنجاز الحلو يعني بقول يا ريت بقدر أحضرهم بعد يعني هلا هني كلهم ينزلوا أونلاين أو شيء بس هالقد بكون وقت معبى أكيد لا أكيد بس في يعني حضرت حلقة انبسطت إنه واو شو حلو شو هالعمل الراقي اللي بينشاف الحال فيه يعني أنا بدي أتمنى التوفيق لكل القيمين على هالعمل وأقول لهم ألف مبروك أكيد بعدين مع عصر الإنترنت يعني صارت هين العملية شوي أكيد. على كل حال بونسوار هي أجمل بروغرامات بالبلد أوكي thank you هاي بس بليز بليز بعتونا دايما أساميكم لما بتبعتولنا واتسابات الرقم الواتساب هو 70120122 والرقم العادي هو 0194-0377 أو 379 معروف شادي حداد عنك بالأدوار اللي فيها هيك الطابع شوي الديني الروحاني عملت عملين يعني عمل حرديني وهلأ عملت عمل يعني طبع عليك ما هو كمان من الأدوار من الأدوار طبعا أكيد اللي فيك يعني عندها الملامح وعندها هالطابع أكيد. اللي منتذكر شادي حداد ايه مثلا لعب الحرديني يعني من الادوار كمان يلي يعني انا من الادوار يلي كتير عاملين بصمه بحياتي هني جبران خلي جبران الحرديني يلي عن جد كان دور ما بيشبه ولا دور كان مع المخرج صار المخرج بيرشار صبايا اللي صار ابونا فاكيد تحيه كتير كبيره له فكان عمل ما بيشبه ولا عمل لأنه كان في سلام كتير كبير هو الأعمال فيهم كتير سلام بيكون وعطاني كتير رصيد كتير مهم بمسيرة الفنية لأنه العالم هلأ تصدقوا يعني وهلأ العمل اللي عملناه جديد كمان مع بير شارل رح ينزل الأراد على باك الجاية بيحكي عن ألم المسيح اسمه من أجلكم هو عمل كمان ديني إنساني ديني وإنتاج رشيد رزق هو أحد الشركاء بشركة إنتاج أمريكية اسمها جانتو بوكس فيلم يلي هن أنتجوا كل العمل ونرصد له إنتاج كتير كبير فإن شاء الله يا رب يكون على المستوى المطلوب لأنه وأنا عم بلعب فيه دور المسيح دور عن جد منه هين أبدا لأنه مسؤولية كتير 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 كبيرة فإن شاء الله يكون العمل ككل يوصل مثل ما لازم لأنه هالأعمال بتنتقد إن كان إيجابيا ولا سلبيا خاصة دور المسيح يلي العالم يكونوا أخذين صورة معينة عن هالشخصية يلي ما بتتكرر ف بكون عندهم انطباع معين عن هالشخصية بتمنى يكون المساج الشخصية اللي أنا لعبته يوصل مثل ما لازم الشخصية لعب أو لفت أنه عم أنه حيلا ممثل عم بيلعب دور عم بيجسد من خلال هالدور شخصية دينية تاريخية دينية إن كانت المسيح أو من غير أديان دايما بيكون في من وراها أكيد انتقادات إن كانت إيجابية وإن كانت كانت إيجابية وإن كانت سلبية دونك مش يعني بس مش هيدا النقطة اللي أنا بدي أقولها يعني أكيد مع 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 إنه أنت يعني حضورك لهالدور واستعدادك لحتى تقدم هيك دور عم بتمثل عم بتمثل رح تفرجينا صورة سيد المسيح على طريقتك أنت الخاصة مزبوط. يعني هون عم نرجع نحكي كمان عن مسؤولية عن إنه عم تفتح
شباك مثل هذا الشباك الكبير. أنا بحب هيك. عم تفتح شباك. So are you ready؟ يعني أكيد. بدك تعرفي هول الأعمال بتسلمي. أنا بسلم حالي لله بهيك أعمال. يعني كان بالحردينة ولا بهيدا العمل دايما بتكل على الله، لأنه بقول في مساج بده يوصل، والمساج مش نحن كبشر بس، نحن من فينا نحن نستعمل إذا بدك أداة كل واحد بشغله. فأنا بتكل على الله بهالمواضيع. أنا بسأل هالسؤال لأنه يعني ما رح أقول أنا كمان على الهواء، لأن أبارمان بده يبقى هيدا الشيء هيك شوي سيربريز، لأنه في طابع مختلف أو بتو أكيد. في يعني هيك نكهة جديدة أكيد. لهالإنتاج عم بتحض اللي عم بتحضروه رح يزرع العالم بطريقة مختلفة أكيد. مش مثل ما بالعادة، مش هيك نحن عم نستبق الأمور شوي. نحن رح نشوف هالعمل بنظرة جديدة عن ألم المسيح. فما رح أحكي بريس. أكيد بعد بكير كتير نحكي بهذا الشيء. أي متى معقول؟ المفروض أكيد على يعني قبل العيد. قبل العيد يعني بعد بكير، بس ولكن بدي أقول إنه هذا العمل كمان مسؤولية كبيرة، لأنه من خلاله في مساج كتير قوي عم نطلقه كفريق عمل كامل مع بيرشال صوايا بعمل اسمه من أجلكم. فهو العمل بحد ذاته من أجلكم بيخلق لي كتير أكيد. أبعاد أكيد طبعا، وبالأخص أنه هيدي قصة عن يسوع المسيح أكيد. سيدنا يسوع المسيح. نحن على كل حال قبل بالفترة هيديكي رح نكون أكيد عم نعرض التريلر عنا بسيني شو، وعم نخبر العالم أكتر عنه وين رح نقدر نحضره هلأ قريبا. يعني بعدنا عم نخلص الميوزك هلأ، فأنا عم بكون أنا الإكزيكتيف بروديوسر كمان تبع العمل، مش بس عم مثل فيه أوكي. فعم هلأ عم نشغل على رح يدور عنا بالصالات ولا لا ما رح استبق كتير الأمور أوكي. صراحة لأنه هيك خلينا سيرتين، لأنه بعد بكير وإذا عن حكى كتير بالعمل بتصور أنه بقلل من شأنه، فمنحكي أشياء أكيد بسيطة هيدلاين. وعطيتنا أنت مثل البيج اللي عملنا نحن، يعني البيج اللي عملناها اسمها من أجلكم، فبلشنا فيها الجمعة كمان على الخفيف، فأنا بفضل القصص تطلع درجة درجة ما كتير مستبق الأمور. نحن محترم هذا الشيء، والسكوبات بهالأشياء تعمل بلوبرز لا ما بدنا أنه هيك يصير. اشتغلت مع انت مرة مع ميلاد الهاشم من زمان كتير، كنت كتير صغير بتذكر يمكن أصابع من ذهب يمكن او يمكن مسلسل تاني كتير صراحة كتير من زمان. يعني ميلاد الهاشم خالي لا عشان هلا بيعمل مسرحية ما بعرف انه خيرك ميلاد مسرحية من زمان كتير بتلفزيون لبنان عشان كنت كتير صغير يعني فأصابع من ذهب مذكر وفي عمل تاني كمان اشتغلت مع استاذ ميلاد ما بتذكر بنرجع كتير لورا استعمل شي 40 مسلسل يمكن ما بتذكر كلهم. سادي حداد شاركت بعدة مهرجانات من أهمهم الحلوين كانوا يبقوا كمان كان، ونلت على جايزتين أو تلت جوائز لبست سبورتينج أكتر ميركس دور لبست سبورتينج أكتر وبست أكتر كمان عن بكارتاج بال 2012 عن دور عن دورك بإنسان شريف، وكمان نلت جايزة كعضو بلجنة التحكيم أي مهرجان بمهرجان بروكسل للأفلام للأفلام هو تكريم أكتر يعني كرم لومير دو بروكسل كرم أعضاء لجنة التحكيم يعني كانت خبرة حلوة وكانت كتير بتحطيك مسؤولية كبيرة لما تكوني عضو بلجنة التحكيم لأنه بدك تشوفي من مختلف يعني من مختلف المحلات ما فيك تطلع أنت بس كممثل تطلع على عمل أو أحكم على عمل بدك كمان تنظري بنظرة نظرة عادلة وذات وقت نظرة العالم اللي عم يحضر الأفلام فصعب تكون عم تكوني بلجنة التحكيم لأنه يعني مسؤولية عن جد كبيرة يعني خاصة بمهرجانات عالمية عم بحكي مش عم بحكي عن مهرجانات حالية لوكل يعني هي نفس الشيء أنه يعني عم تنتقد فيلم أو لا بلتو أسعى أهيان شوي مما تنتقد حالك تقعد تطلع وتعمل جادج على حالك إيه لأنه بتعرفي عم تحضر أفلام وبتخافي ما تكوني أنه عم بذات الوقت عم بتظلمي هالعمل لأنه عن جد لأنه إحنا نشتغل بنعرف قديك العمل لو كان في أعمال منيحة أعمال مش منيحة قدي بياخدوا مجهود هالأعمال يعني أكيد. إن كانت منيحة أو كانت وسط بتاخد طاقة الأفلام خاصة الأفلام السينما بياخد
بياخذوا طاقه وسنين لينعمل فيلم سينما، وبياخذوا مجهود من كان من المخرج او المنتج او الكاتب او الممثلين، وقديش بياخذوا وقت ليوزعوه ليركضوا على مهرجانات ليسوقوا اعمالهم ويشاركوا بمهرجانات. فبده يكون الواحد هالقد بمحل مسؤولية كتير صح. كبيرة لما يظلم هالعمل ويحكم غلط على العمل يعني. أكيد. في ميريام عم بتلنا كمان هاي، بس ميريام بدي اسم العائلة لأقدر أعرف مع مين عم نحكي. عسيرة جورج، I just said the magical word. الجورج ذكرتيني بفيلم هلأ الجورج حضرته عن جد لروبرت ديفال وروبرت دوني جونيور. مش معقول هالفيلم عن جد يعني. ليه هلا تأثر فيه؟ تعرفي لأنه بيحكي عن علاقة البي والابن. ما في ما يلمس الإنسان بمحل من المحلات. وأدائهم الرائع عن جد يعني، بحلم وقف هيك وقفة قدام مثلا روبرت ديفال يعني عن جد شو هالممثل الرائع جدا. يعني كنت قاعد عم بتفرج وما إلي قلب فيلم يعني، زعلت أن خلص الفيلم عن جد رائع الفيلم. أيوة. طلعت عيوني دموعي عم كروا لأنه هالقد بيلقطيك. أول شيء بوقت من الأوقات بيقربك من علاقة بيك، علاقتك مع بيك الله يرحمه بي يعني، بس أنه بيلمسك بمحل من المحلات. وبذات الوقت عم تحضر فيلم كامل متكامل بهز ومع ممثلين رائعين يعني، إن كان روبرت دوني جونيور ولا روبرت ديفال يعني اثنينهم أحسن من بعضهم يعني. فأكيد أنا بقول أكيد لح يأخذوا أوسكار اثنيناتهم، الروبرات اثنيناتهم. إيه أكيد مؤخر يمكن صور روبرت ديفال أخذ بس سبورتينج أكتر بهوليوود فيلم أورد يمكن صور هلأ ريسنتلي. فبيستاهلوا ماكسيموم يعني. طب بيت لنا عندك مثلا كمان عندك اللي بموت فيه هو ماثيو ماكونهوي يعني. أيه. اللي عمل دالاس بايرز كلوب. دالاس بايرز كلوب شيء مش معقول يعني. عمل دور صرت اطلع من هالممثل يعني، آخر شيء عرفت من هو إنه تفاجأت شو حلو الممثل لما يغرق بشخصيته. أنا هيك بحب اشتغل. بحب انه انا ما اكون انا يعني، انت ما تكوني انت يعني، تكوني شخص لعم تشتغلي يعني. لما تطلعي على هالشخصيه ما تقولي هذا الشيء، تقولي هذه الشخصيه. يعني انا لما حضرت دالاس بايرز كلوب حضرت شفت ماثيو ماكونهوي طلعت قلت انا منو هالممثل، بعدين عرفت انه هيدا هو. هالقد ما عرفته ضعف شي 15 كيلو لعب التفاصيل دوره شيء رائع جدا عن جد شو حلو. انا اجمل شيء بشغله وأمتع وقت بشغلة هي لما أكون عم بحضر شخصيتي، لأنه بكون غرقان لشوشتي فيها وعم بغرق بهالشخصية يعني. ما فيك تحكي مع حدا بوقتها. التصوير بكون أنه أوكي عم صور، بس أمتع بارت هي بارت تحضير لشخصيتي. كيف لك يعني أحلى شيء؟ لأنه حلو بكون عم تعمل رشاش، عم تشوفي البسيكولوج، عم تشوفي البسيكياتر، عم تشوفي الناس اختصاصيين حسب كل كاركتر. وعم تدرسي شخصياتك إن كان أنت خارجية. بتعمق هالقد بتحضير الشخصية أنا ولا غيرك كمان بيعمل نفس الشيء؟ ما بعرف صراحة كيف بحضر كل ممثل دوره، بس أنه أنا هيك بحضر بحب بشوف اختصاصي كتير مثلا جبران بشوف مثلا ناس أول شيء خاصة بالأدب العربي لأنه في أشياء يعني كيف. مثلا دكتور جورج أسمر هو ساعدني كتير لفتنا بقصص الأدبية بجبران خليل جبران. شفت البسيكولوج كان عم بشتغل معي دكتور أمين ملاط وكارل عساف، فكنت يعني دايما بشوف كل شخصية شو بدها مثلا بال يعني على قصص الدنيا بشوف بلتجي لرجال دين حتى لبسيكولوج يعني حسب كل شخصية إذا كنت عم لعب دور مدمن أو دور حدا يعني مدمن على كحول أو مخدرات يعني كل دور حسب اختصاصه بغرق فيه يعني. يعني الدور العادي البسيط أنا قليل أخذ أدوار ما بسيطة ما بيعيط لك يعني ما كتير. مشان هيك كثير بعتذر عن أعمال، وفي منهم أوقات بينزعجوا يمكن أنه بعتذر مثلا هالسنة اعتذرت عن 5 أعمال مش قلة احترام أو مش غرور، مش غرور أبدا ما عندي هالموضوع عن جد، بس أنه بحس أنه هالدور ما رح يقدم لي شيء. لا أكيد إذا أنت بتحس أنه هذا الشيء رح ينقص من ما رح يقدم لي شيء، ما رح يقدم لي شيء ولا رح يتفشني من محل أو ما يمكن إذا عملت رح يكون مش حلو، فليه بدي أعمل شيء مش حلو؟ وأنا هيدي المهنة هي شغف، فكيف واحد يكون عم يرسم لوحة رسام؟ أنا بالنسبة لي تمثيل هو لوحة عم برسم فيها كل مرة شخصية معينة، وبحب ضلني على شغفي، ما أعتبر هيدي المهنة مهنة، أعتبرها شغف لضلني عم أشتغل بحب، مش أعتبرها شغل واجب أعمله. أكيد هيدا هو الشغف بحد ذاته. بوصل كيفكم برنامج كتير حلو الله يقويكم. هيدي هنا حنون. هاي هنا وهلا عم نسمع كمان بحبك يا غبي أغنية ماجدة الرومي السيدة ماجدة الرومي مع لارا فابيان.
بدك بهالجرس شوي. لا صوتي مش حلو مبلا مبلا ما معقول ممثل وبيشتغل هذا على حاله لا ابدا وعلى على التنفس تبعه. حب هالجملة كثير. شو معنى هالحياة؟ حلم ومارق ساعات. وهي عن جد الحياة حلم ومارق ساعات. من اجمل الاهاني اصلا من اجمل الاصوات سيدي ماجدة الروح. الله يطول بعمرها. وعن جد يعني بضل في بهالبلد ناس عندهم رقي بيحترموا الفن. بالنسبة لي هول الناس القليل بيضلهم خالدين بتاريخ الفن اللبناني والعربي ان شاء الله. عم بتروح على الموفيز؟ اخر شيء حضرت قلت لك ذا جادج يعني. وهلا في فيلم بس انت من الاشخاص اللي بيحبوا يروحوا بحضر بحب انا بحب السينما بحب من وقت للتاني بحب السينما يعني كثير بحب اروح على مهرجانات لانه بالمهرجان بروح مثل تلميذ المدرسه لا تحضر فلومي بحب بروح 8:30 الصبح بلش اول فيلم يعني بروح مثل الريع على المدرسه الصبح بكون واعي بكير ركض 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 بكان واقف بالصف الساعه 7:30 الصبح لانه لتفوتي على السال بدك توقفي يعني بالصف لتوصلي تحت الشتي طوفان شماسه بحضر بوقف بالصف لاحضر فيلم 8:30 الصبح يعني وبكرروا الافلام يعني الا ما احضر لي مينيموم بين 3 ل 4 افلام بالنهار وبكون طوال اجمالا الافلام بس بحس رحت عملت علاج سينمائي انا بالنسبه لي المهرجان هو علاج ثقافي انفتاح على افلام ثانيه لانه عن جد السينما بتخدم غير محل اوكي انا بحب ان التلفزيون غير شيء بس السينما انا بالنسبه لي السينما هي ام تعشيل عندي لانه ثاني اللي بتحطك بحلم لمده ساعتين مع انت وهالفيلم وبتتركك بين احلامك وبين انت كيف عم بتشوف هالفيلم وبين هالمخرج او الممثلين يلي عم بياخذوكي معهم بهالساعتين او ثلاثه بيغرقوكي معهم باعمالهم فانا بالنسبه امتع شيء عندي بـ بـ بالمهرجانات هو هالركض لاحضر افلام هالشغف يلي بخليني اركض لاكتشف افلام جديده مخرجين ما بعرفهم اعمال عالميه ما بنقدر نشوفها بلبنان لانه ما بيجوا لعنا لانه ما بتسوق مثل اعمال ما بعرف بالصين يابانيه ايرانيه مثلا هالفيلم التركيه عسيره الايرانيه كان لك كمان مشاركه صورت فيلمين مع مخرجين ايرانيه كمان كمان بيشتغلوا بطريقه كثير السينما الايرانيه يعني رائعه جدا يعني من اولى من اعلى الدرجات يعني اكيد على درجات الانتاج ومشاركتها بكان بيكون مشاركات رائعه جدا يعني ف عن جد السينما يعني هي حلم بحد ذاته شو هو الدور اللي لهلا شادي حداد عم بيفكر فيه وعم بيطبخه براسه وعم بيقول بدي يجي نهار وبدي اعمل هيدا الدور او يمكن بس ما عنده هيدا الدور as per se الاسم والشكل والمضمون بس عنده هالهوس انه بدي اوصل لمحل العب دور كذا ليك من الادوار كنت بحلم العبها هو المسيح من الادوار اللي كنت بحلم العبها هو دور المسيح ولانه ما حدا يعني ما عمل هالشيء حققته بذاتي طبعا من بشكر الله سمح لي احقق هالحلم من خلال شركه الانتاج رشيد وكل الاصحاب والاصدقاء اللي دعموني اكيد لحقق هالعمل مع بيرشال سوايا اكيد ف من الأدوار كنت أحلم العبها هي هالدور غير هذا الدور أدوار تانية كل دور مركب بيستفزني بخليني أتحدى حالي هو الدور يلي بيستفزني ما في دور معين بس ولكن كل الأدوار يلي عن جد بتكسر لي راسي يعني بكل معنى الكلمة بتاخد مني طاقة لحضرها هي الأدوار اللي بحبها بحب مثلا شخص شخصية سياسية لا تسي سياسية لا. أنا بكره السياسة
يعني هذا سكوب أول مرة بقوله. يلا ما بتقسي فش خلق. لا لا عجل أنا ما بحب السياسي ما بحضر أخبار أبدا لأنه ما بحضر تلفزيون هون فيك تقول لي بدك بس كيف. حتى على يعني بالطريق ما بحضر يعني ما بسمع لأنه شو بدي أنه خلص ما بتوجع رأس أنه هالمسلسل ولا قلبك فهمني وزيت الحكي كل يوم فهمني أنا كتير بوزيتيف بحياتي بالنسبة لي السياسي هي شيء كتير نيجاتيف فأنا بدي فوت نيجاتيفيتي على حياتي فضل يكون بوزيتيف مع احترام لكل الناس لا بالعكس وكل السياسيين كيف بتحافظ على هالبوزيتيفيتي على هالطاقة الإيجابية أنا قوية فيك عن جد يعني في عالم تعمل يوغا في أنا عالم بصلي كتير الصلاة بالنسبة لي بيعطيني طاقة كتير إيجابية كتير بتكل على الله بيومياتي إن كان الصبح قبل ما نام أو على الطريق أو يعني حتى ما أعلم حتى ما أنسمع جد سير بصلي على الطريق يعني بحط شيء أنت وسايق أنا وسايق فبس بالنسبة لي بيعطيني سلام بوصل لمحل ما أنا رايح مرتاح ما بوصل معصب عند العالم بوصل مرتاح وبطلع بالناس اللي حوالي إنه قدام عصبين قد شيء ما شيء محق شيء هالقد بدي فش خلقه بشيء فبالنسبة لي أنا بالنسبة لي الصلاة كتير بيعطيني سلام وكتير بيعطيني بوزيتيفيتي بحياتي فهذا الشيء بحس بحب كتير حافظ عليه وما بحب يعني وما بستحق أحكي فيه كتير هالشيء بيعطيني سلام وقوة بأيامي وبشغلي وبيومياتي ومواجهتي مع العالم فمن هون بجيب طاقتي يعني رح اخذها منك يلا بدل انا عم سوق ما كبل لي كم بردوم سبه يعني من هون شمال ويمين بتعرف انا اول شيء كنت كثير يعني هلا بس عن جد كثير خاصه بلبنان قد ايه عندنا عجقه هيدي ثيرابي حلوه هيدا هلا ثيرابي بذات الوقت انه انت عم تعمل شيء بوزيتيف بينك وبين ربك حلو يعني انه استمراريه كمان حلوه العلاقه بين الانسان والله شيء كثير حلو يعني في استمراريه في سلام ما بتاخديه من كل الناس يمكن الناس اللي حواليك ما بعتوك هذا السلام بس بتاخديه من قوة كتير كبيرة حلو كتير حلو وإن شاء الله دايما يكون عندك هالطاقة هالإنرجي بوزيتيف اللي عندك إياها وتعدي اللي حواليك كتير أنا كلنا بستعملها هالشغلة يعني أنا يا ريت كلنا بنعدي بعض هيك أنا حتى بشغلي حتى بشغلي بيعرفوني كل المرضى اللي بيجوا لعنا بيقولوا لي شادي خي شو بنحب نحكي معك شو بنحب بكره حدا يفوت زعلان لعندي مريض يعني ما ولا ممكن مدحكه او اعمل له شيء كون كراكوز يعني بيعرفوني بالكلينيك انا كراكوز الكلينيك حلو يعني سكرتير لما اكون مسافر بدي شادي هالجمعه انه الكلينيك فاضيه بليز شادي وين رحت يعني حلو تكون عندك ايجابيه وما تحتفظي فيها بس لحالك لحالك اكزاكتلي exactly. وهالشيء بيخلق جو حلو بكل المحلات يعني يا ريت هذا الشيء هيك بينتشر اكثر وخاصة بعالمنا وبتعرف بلدنا انا حتى الشخص اللي بكون عم سايقين على سيره السواقه اذا يعني حدا سائبت والله انه انا وقفت وهو ما كمان زركني قطع يعني بده يقطع اما انا قطع مثلا عامل لي تفضلي او واو no. حدا شو قالون يعني حدا قطعني يعني بعد في عالم هيك رزيزي مش هي مش بس الحق على العالم الجو العام بالبلد اكيد هالقد ما العالم محقونه كله كل الاخبار سيئه كل الاخبار فيها قصص سلبيه ان كان بعجقه السير او كان بحياتنا اليوميه غلى المعيشه الكهرباء المي زيت الاسطواني كل يوم العالم تعبت العالم يئست بدي اقول ف بحاجة الواحد يحمي حاله بمحل المحلات حتى ما يغرق بهاليأس يلي هن ما بعرف أسميهم كلهم سوا بدهم يغرقونا بهيدا اليأس فممنوع نيأس أكيد ومشان هيك نحن ولبنان رح يضلوا إيجابي إن الله راضي يعني رح يضلنا هالقد نحن قوية أكيد بدي أفكر بشكل إيجابي بدي أفكر كيف ممكن أنا وإنت ونور نستفيد من كل اللي عم بيصير بشكل إيجابي حلو أي مسلسل لحظة روبي مسلسل روبي أنسيه؟ أكيد بتنسى لحقيقة شغلة صغيرة أنا عندي شغلة يعني كمان هذا شيء نيجاتيف مش نيجاتيف بس أنه أنا بس هلقد بس كون غرقان بالعمل كون دور اللي عامله بس يخلص خلص أكنه شيء أكنه عملت محيط ديليت ما بعرف ليش يعني. فزاعة أكيد لما تكون ستريسي مش ستريسي أكيد بدي كب كل شيء عندي بهالشخصية بس أخلص خلص هيك نصير فيه بعد الفحص بالمدرسة عن جد عملت دواري خلاص يعني بس أحدها يقول أنا هذه الجملة إيه لا وين إيه هالجملة هيدا هولسيت بزيت أحمد باي أحمد منك هين منه هين أبدا بيعمل بكل ضيف عنا بسيني شو بيعمل نفس الشيء بيطلعنا بأفسيت بس حلو
قديش حلو الواحد يحضر يعني مش كل مش دائما بنلاقي حدا يحضر اشياء اكيد طبعا وهيك نحن هذا شغلنا نحن هون هذا برنامجنا بي سيني شو بدي اطلب منك بليز تضلك بوزيتيف اكيد بليز تضلك عم تنشر هال وهيك تشع بهالبوزيتيفيتي ما فيك وصلنا الريونات تبعك على امل كمان انه عملك الجديد من اجلكم كمان يكبنا بهالطاقة يعني. يزودنا بهالطاقة الحلوة تبعك كتبعك ودورك دور اللي نحن بانتظاره أكيد نحضره ونشوفه ونتأثر فيه أكيد بوقتها أنا بتقول بخلالي كمان بقول شغلة صغيرة بس بدي وجه أكيد قول مبروك للمخرجين اللبنانيين يلي هلأ عم بحققوا جوائز حلوة بالمهرجانات العربية بدي قول مبروك لغسان سلهب يلي أخذ جائزة أفضل مخرج بمهرجان أبو ظبي بدي قول مبروك لزينة دكاش يلي أخذت عن فيلم مع شهرزاد بمهرجان القاهرة جائزة نجيب محفوظ قديش بنبسط عن جد وبحس حالي فخور بكل شخص عم ياخذ جايزه اسم لبناني عم يلمع برا بالدول العربيه او بالدول الاجنبيه اكيد بقول لهم مبروك من قلبي بقول انه قديش بيعطوني ايجابيه انه نحن عندنا استمراريه ولازم الانسان عن جد شو ما صار يضل يحافظ على الايجابيه لانه ما في شيء بيعطي ايجابيه للانسان غير الانسان بحد ذاته فبدي اقول لهم مبروك من كل قلبي مبروك للسينما اللبنانيه على الاستمراريه وان شاء الله هالمحاولات اللي عم تكون فرديه بعرف قديش عم يتعذبوا ليعملوا افلام ومن الافلام وينهم كمان وينهم كمان بدي اقول لهم مبروك عن جد الفيلم يلي هالتجربه الفريده من نوعها يلي عم قامت فيها مدرسه جامعه الانديو لشجعت وحست تلاميذها يلي هن مخرجين جداد ليعملوا هالعمل يلي هو عده افلام بفيلم واحد مع ممثلين محترفين مع كمان مع مخرجين مبتدئين صح. وكاتب وممثلين محترفين أضافوا نكهة جديدة على السينما اللبنانية بدي لهم مبروك على هالعمل يلي عن جد حضرته أثرني لأنه كان مش بس عمل بيقطع كعمل سينمائي عادي ولكن عمل سينمائي في رسالة رسالة موجهة لكل إنسان فقد بالحرب أو انخطف له إنسان فبدي لهم مبروك لهالعمل الراقي يلي في كتير إيجابية من ناحية الصناعة السينمائية ومرسي لألك برونا مرسي لأحمد مرسي لهالإذاعة المحترمة إذاعة المحترمة عفوا كتير استمتعنا بوجودك معنا اليوم وللمدير أكيد جان عبد المسيح مرسي جان لألك كمان ما بعرف إذا رح لحق بقدر لحق أقول الأفلام ما في ولا سريعان ولا شويش بتصور رح يصير في عنا ثلاث جماع يعني شفت القمع كيف بيكون بس رح أقول ها سريعان لكل يلي حابب يحضر ابتداء من اليوم لفي أربع أفلام جديدة رح أقولها سريعاً كتير أكيد Mocking Jay Part 1 لسلسلة أفلام The Hunger Games بلش ابتداء من اليوم بالصالات اللبنانية بنصحكم تروحوا تحضروا هالجزء الجديد It's a very interesting very intriguing movie very interesting أكيد مع جينيفر لورنس جوش هاتشرسون ليام هامزورث جوليان مور وهو تحية أكيد للمخرج الراحل فيليب سيمور هوفمان دونالد ساذرلاند وودي هارلسون وهو من إخراج فرانسيس لورنس ما تقفوا عليكم هالجزء الجديد رح تشوفوا من خلاله كاتنس أفردين بـ A New Situation إذا كنتوا حابين تضحكوا You have the black comedy horror movie اللي بيضحك وهو parody A Haunted House 2 مع مارلين وينز أكيد It's a very hilarious comedy إذا حابين تضحكوا وتغيروا جو لكن اللي بيحبوا شوي الأفلام الأكتر فيها شوية الدراما أمريكية أنت You're gonna like this one شادي The Good Lie يلي هو عم من تمثيل ريس ويذرسبون بفيلم حلو كتير يعني ريس ويذرسبون رح تكون عم بتساعد شباب من السودان لحتى يرجعوا يتأقلموا بأمريكا بظروف يعني معيشية اجتماعية جديدة رح شفت خلصت سريعا قلت بسرعة تيربو أي ما أول مرة نحكي ناخد وقتنا أكتر من هيك بدي أقول بس كمان سريعا لكل يلي أكيد ربح معنا من قبل بدي رح أذكرهم سريعا جيتا معلوف محمد تنير أسرع محمد تنير أوكي جان وجي بي رح نتصل فيكم نحن أنا وكان عنا أرقامكم رح نتصل إيه لا هولي تبع الأسابيع اللي قبل وتبع هالجمعة
أكيد فادي. ما فينا نمزح مع الموضوع. فادي روحانا anyway because he was our first caller today. وبدنا نقول لأدي فرح كمان مبروك. بليز اتصلوا فينا على الإذاعة رح تنقلكم كيف فيكم تستلموا الجوائز تبعكم. شادي حداد thank you so much. بتمنى أرجع أشوفك وأحكي معك قريبا عن جديد. تابعوا كل أخباري على الفيسبوك على صفحة برونا تعميز official, على الإنستغرام وعلى تويتر at برونا تعمي. وthank you لأحمد عن thank you very much على كل هالميوزك والأفشات الحلوين. تحية لكم مشاهدينا, دايما بعملها هاي, مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة راديو البلد 106.5 و106.9. كان معكم برونا تعمي بحلقة جديدة من سيني شو. Ballad, the radio station.